يلا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، هكذا التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. اعلنت انطلاقه الشوط 17 الخاص، ايضا الشوط الخامس الخاص للحيل، ايضا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اشواطنا ما شاء الله مستمره وانطلاقتنا دائما مستمرة، وختام الحيل ما شاء الله وتبارك الرحمن يا أهل الحيل، نتمنى لكم التوفيق. وهنالك المقدمة والصبارة وقع، هنالك محمد بن حمد القريسي مع غواه، هنالك بأداء جميل والتحدي كبير يا القريسي. هنالك مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء تاري الأسماء، هناك ما شاء الله وتبارك الرحمن المقدمة والصدارة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، هنالك المقدمة والصدارة الباهية ومحمد بن حمد بن عسيكر وتاني الأسماء، هنالك أيضا الشاهينية وعبد الله بن محمد المري شعر القريزي في ثالث الأسماء بأداء جميل، وهنالك وقع هنالك بأداء جميل حمد محمد بن حمد القريزي من يقدم أداء جميل وانطلاق ايضا مميزه وانطلاقه الكل يتمنى. رابع الاسماء مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، رابع الاسماء وصلت الذيبه ومحمد بن راشد الهاجري من يقدم الذيبه، وخامس الاسماء وصلت عوايد وفهد بن سعيد بن حول من يقدم ايضا اداء جميل وانطلاقه ايضا جميله، وخامس الاسماء السيليه وعبد الله بن محسن بانديلا راعي ايضا الخطوط النهائيه وراعي الامتار الحاسمه. ولكن نرجع الى المقدمه والى الصداره مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اشواقنا ما شاء الله اشواق السرعه وتحديات السرعه باداء جميل وانطلاقه، الكل يتمنى بهذا التحدي الكبير والكل يتمنى الناموس، هو الكل ما شاء الله المقدمه والصداره بهذا التحدي الكبير. شاهينيه وعبد الله بن محمد من يقدم لنا شاهينيه باداء جميل وانطلاقه مميزه، وثاني الاسماء الباهيه وحمد بن محمد بن عسيكر مع الباهيه من يقدم الباهيه باداء جميل، وهنالك شعار القريصي من يقدم وقع بهذا التحدي الكبير محمد بن حمد القريسي من يقدم اداء جميل وانطلاقه ايضا جميله. ورابع الاسماء هنالك مصورنا اعطنا اللقطه ما بين المصورين ما بين المشاركين وما بين ما شاء الله انتصفت المسافه، وهنالك ايضا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء بقياده ما شاء الله اداء جميل وتحدي الشاهينيه وعبد الله بن محمد ايضا المري من يقدم الشاهينيه بانطلاقه جميله واندفاع ايضا كبير، الباهيه في ثاني الاسماء حمد بن محمد بن عسيكر من يقدم الباهيه وانطلاقه الباهيه وتحديات الباهيه مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، وهنالك ايضا باشواط جميله وتحدي كبير، ما زالت المقدمه والصداره مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اشواطنا دائما مستمره وانطلاقتنا ايضا مستمره بهذا التحدي ايضا الكبير. المقدمه والصداره الشاهينيه وعبد الله بن محمد المري مع الشاهينيه باداء جميل واندفاع ايضا مميز واندفاع ذاتيا، وثاني الاسماء مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء الباهيه حمد بن محمد بن عسيكر من يقدم الباهيه باداء جميل وتحدي ايضا كبير وانطلاقه ايضا جميله، وتحدي المتحدين مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، ما زالت هنالك المقدمه والصداره مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، وثالث الاسماء ايضا وقع لهذا التحدي كبير محمد بن حمد القريشي.
لكن الكيلو متر الاخير الكيلو التحدي هو ختامي الحيل خلاص. وهنالك مع الشاهينية وعبد الله بن محمد المري وختامي الحيل ما شاء الله ختامي الحيل من هو يكون حاضرا، ولكن وصلت الباهية حمد بن محمد بن عسيكر، ولكن الله الله وصلت هملولة ومحمد بن راشد بن سلامة مع هملولة وشوط الختام وختامي همزك بأداء جميل الباهية، ولكن تحركت هملولة بن سلامة بن سلامة بن سلومة ما شاء الله هملولة 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 وشوط الختام وختامي همزك روحت بالتحدي هملولة ومحمد بن راشد بن سلامة روح بالتحدي روح بالناموس ما شاء الله وتبارك الرحمن بن سلامة غادر بالتحدي خلاص 400 متر أخيرة متحدية مع بن سلامة روحت هملولة بن عسيكر يحاول ولكن خلاص كملت هملولة ومحمد بن راشد بن سلامة شكرا يا عبد الله يا محمد شكرا على هذا الأداء، ولكن الأمتار المجنونة والغاتلة وصلت الباهية والأمتار المجنونة بن عسيكر راعي خطوط النهاية ووصل بن عسيكر روح الباهية محمد بن محمد بن عسيكر روح بالتحدي روح بالناموس وختامي الحيل سلام بن عسيكر تالي الأسماء وصلت هملولة محمد بن راشد بن سلامة ثالث الأزمة وصلت عوايد فهد بن سعيد الحول التوقيت الزمني ساعة وصول الباهية لخط النهاية قطعت مسافة الأربعة كيلومترات في زمن وغدر 6:30 12 جزء سلوم يا بن عسيكر سلام يا الباهية تهانينا وشوط الختام تهانينا والناموس.